أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وولاه، أما بعد، بإذن الله تعالى سيكون درسنا في علوم القرآن لمقررات مسار التحفيظ. درس اليوم إن شاء الله سيكون عن الجدل في القرآن. قبل أن نبدأ بهذا الدرس نراجع الدرس الماضي في البلاغة في القرآن. لدينا مجموعة من الأسئلة. سؤال أول: اشتهر أهل الجزيرة العربية بالطب، السحر، البلاغة، ما الإجابة الصحيحة؟ اختار البلاغة. نعم، إجابة صحيحة، أهل العرب في الجزيرة اشتهروا بالبلاغة والفصاحة والبيان. السؤال الثاني: يخاطب القرآن الكريم العقل فقط، القلب فقط، العقل والقلب معا؟ أتوقع الإجابة راح تكون واضحة، تكلمنا عنها في الدرس الماضي، العقل والقلب معا. السؤال الثالث: تشبيه المشرك بمن يقع من السماء في القرآن دليل على الآية اللي شرحناها الدرس الماضي، كأنما خر من السماء، أنه لا أحد يحميه، دليل على الجاذبية أو دليل على أهمية العلم؟ أختار الاختياري في الوسط، شوف صح هل يدل على الجاذبية؟ الإجابة تكون صح غير صحيحة. الآن ذكرنا في الدرس الماضي لما شبه الله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، توقع أن الإجابة واضحة، لا أحد يحميه، فالمشرك مثل الذي يقع من علو من بعيد فإنه لا أحد يحميه ولا شك في هلاكه. السؤال الرابع: تنكير البلد في قوله تعالى في دعاء إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، على ماذا يدل هذا التنكير؟ هل يدل على أن الدعاء كان قبل وقوع البناء، قبل البناء، أو أن الدعاء وقع بعد البناء، أو أن هذا من تنوع الألفاظ في القرآن ولا يدل على شيء؟ رب اجعل هذا بلدا نكرة، وفي الآية الأخرى رب اجعل هذا البلد، النكرة هنا على ماذا تدل؟ توقع الإجابة تكون واضحة إن شاء الله لكم، أن الدعاء وقع قبل البناء، لذلك كان بالنكرة. فلما بنى إبراهيم البيت قال رب اجعل هذا البلد آمنا. السؤال الرابع: صح أم خطأ؟ تأتي آية النبي، أي نبي المقصود به، الدالة على نبوته بما يناسب أهل عصره، أي أن نبي، أي نبي يبعثه الله سبحانه وتعالى يعطيه من الآيات والبراهين التي تشهد لنبوته، هذه الآية تناسب الزمن والعصر الذي هو فيه، صح أم خطأ؟ توقع الإجابة راح تكون عندكم صحيحة واضحة، نضع صح. نعم تناسبه، وذكرنا لكم مثال على ذلك في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، كان ينتشر السحر فأتى الله جل وعلا بآية أعظم من السحر، وبينا أن في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام ينتشر الطب فأتى الله جل وعلا له بآية أعظم من الطب، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وبينا لكم أن أهل الجزيرة من العرب اشتهروا بالفصاحة والبلاغة والبيان، فجاء هذا القرآن أعظم من فصاحتهم وبلاغتهم. السؤال السادس: ترد القصة في القرآن الكريم بطريق واحد، صح أم خطأ؟ أي القصة ذكرت في القرآن إنما ليس لها إلا طريق واحد وألفاظ واحدة، صح أم خطأ؟ سأضع صح، أنها فعلا طريق واحد، صح ما راح تكون صحيحة، إذن الإجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة أن القصة في القرآن ترد بطرق مختلفة، بعضها قصير وبعضها طويل، ومع قصرها وطولها لا يوجد فيها ركاكة أبدا. السؤال السابع: من أوجه بلاغة القرآن القصد في اللفظ مع الوفاء بالمعنى،
القصد المقصود به الاختصار ولفظ قصير ويفي بالمعنى، صح أم خطأ؟ توقع الإجابة تروح تكون واضحة لكم، بلا شك أن الإجابة صحيحة. السؤال الثامن والأخير، علل لماذا تحدى الله تعالى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ ذكرنا لكم في المرة الماضية في التمهيد وأيضا في أوجه بلاغة القرآن والأمثلة أن الله جل وعلا تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور أو سورة، لماذا هذا التحدي؟ الإجابة راح تكون بلا شك لأنهم زعموا أن هذا القرآن كلام البشر وكلام محمد صلى الله عليه وسلم، فتحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فإذا هو كلام البشر فليأتوا بمثله، لكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، بل قال الله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن هذا التحدي ليبين عجزهم وليبين أن هذا القرآن إنما هو كلام الله جل وعلا. اليوم إن شاء الله درسنا عن موضوع الجدل والحوار في القرآن الكريم، سنتعلم إن شاء الله المراد بالجدل في القرآن الكريم وأنواعه، والمراد بالحوار، وأيضاً صور الجدل والفرق بين الجدل والحوار. هذه الموضوعات عن الجدل والحوار. كما نعلم أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره في قصص وفي حوار وفي حديث وفي محاجة وفي أدلة وفي براهين وما شابه ذلك. هذا القرآن يحتويها بشكل كبير، خاصة في الصور التي تقرر التوحيد والقصص التي فيها تقرير التوحيد فيها حوار كثير. فدرسنا اليوم رغم أن هذا الموضوع كبير لكن سنتكلم عنه بشكل مختصر. أول ما نبدأ في التعريف، ما تعريف الجدل وما تعريف الحوار؟ الآن لاحظوا، جدل، كلمة جدل في اللغة فيه إيش؟ أخذ وعطاء، جدال، مجادلة، دليل أن فيه أطراف يتداولون الكلام، وكأن فيه أيضاً قوة. والحوار لو الواحد منكم عرف معنى الحور، الحور هو الرجوع، فدليل أن فيه إرجاع للكلام أيضاً. إذن موضوع الجدل والحوار فيه تقارب لكن فيه اختلافات. الحوار عادة هو الذي يطلق على أسلوب المناظرة لإظهار الحق وإقامة الحجة، أسلوب من أساليب المناظرة والكلام بين مجموعتين أو أكثر، وعادة يقصد به إظهار الحجة والحق، هذه نتيجته. هذا هو الجدل، عفواً، هذا هو الجدل. أما الحوار فهو إرجاع للكلام، وعادة يكون فيه طرح وجهات نظر للتوصل إلى نتيجة مناسبة. لاحظوا الآن في الجدل، الجدل إظهار حق وإقامة حجة، في حجة، في قوة. أما هنا الحوار فيه رجوع للكلام، أخذ وعطاء، لكن عادة يكون هو أخف، عادة يكون أخف، ففيه إبداء وجهات نظر، وأيضا نتوصل جميعا إلى نتيجة. أما الجدل فهو لا بد أن أنا بنفسي أقيم الحجة وأثبت أن قولي هو الصح، بخلاف الحوار فيه عادة وجهات نظر وتقبل الآراء وأخف. ونذكر هنا الفروق. الجدل عادة يكون فيه مقابلة الحجة بالحجة، أي عندك دليل قوي وهذا عنده دليل قوي، فأنا أتقابل حجة وحجة، وهذا دليلي وهذا برهاني، فهذا الجدل من صفاته يكون فيه مقابلة الحجة بالحجة. وأيضا الجدل يكون فيه قوة وغلبة وانتصار، لأن فيه إظهار للحق، وأيضا أن النتيجة في الأخير إلزام الخصم بالحجة، لأنك أنت أتيت بالبرهان والدليل القوي فألزمته بهذه الحجة، وقد تكون أيضاً كسرته ولا تقوم له قائمة. هذا هو
الجدل. أما الحوار فهو عادة يكون حديث بين طرفين أو أكثر حول قضية معينة، قد يكون القضية نتداولها ولا نحتاج أن نأتي بحجج كثيرة، نتداول بيننا أطراف الحديث، وعادة يكون فيه هدوء ولا ويبتعد عن الخصومة والتعصب للقول بخلاف الجدل، وأيضا نتيجة يهدف إلى الحقيقة على لسان أي من الطرفين. إذن لاحظوا الآن، لاحظوا الفروق بينهما، كل واحدة متضادة، حجة بحجة، الحوار حديث في قضية، الجدل فيه غلبة وقوة وتعصب، الحوار أكثر هدوءاً، الجدل نتيجته هو إلزام الخصم، الحوار نتيجته الوصول للحقيقة على لسان أي من الطرفين. لكن مع هذا في تداخل بين الجدال والحوار. كيف ذلك؟ كل جدل حوار وليس كل حوار جدل. لاحظوا هذه الدائرة، ضربت لكم بهذه الدائرة، الحوار لاحظوا دائرته كبيرة، داخله الجدل، فكل جدل داخل في الحوار، لكن ليس كل حوار داخل في الجدل، الجدل أخص. ورغم ذلك فالجدل بينهما عموم وخصوص، بين الحوار والجدل، وقد يتحول الحوار ويصبح جدلا، قد في البداية يكون فيه هدوء، فيه تبادل وجهات نظر، ثم يتحول هذا الحوار إلى جدل. والدليل على ذلك في الآية في مطلع سورة قد سمع، الله جل وعلا يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن فيه حوار أخذ عطاء، وفيه أيضا جدل وحجة بحجة وما شابه ذلك، فكأن فيه غلبة وشدة في الكلام. إذن في القرآن الكريم قد يطلق الجدل على الحوار، وقد يطلق الحوار على الجدل وما شابه ذلك، بينهما تداخل. ونقف هنا عند أنواع الجدل في القرآن الكريم. الجدل في القرآن الكريم على نوعين، النوع الأول ممدوح أي مشروع، والنوع الثاني مذموم أي منهي عنه. وللعلم الممدوح جائز ويفعلها الشخص، لذلك بعض الناس يظن أن الجدل دائما أنه غير جيد. في القرآن الكريم الله جل وعلا أمر بالجدل، لكن نأتي الآن ما هو الجدل الممدوح وما هو الجدل المذموم. الجدل الممدوح: كل جدال أيد الحق وأفضى إليه بنية صالحة وطريق صحيح، والدليل عليه قوله تعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إذن الله جل وعلا هنا أمر أن ندعو بالحكمة وموعظة حسنة، وأيضا أن نجادل الكفار أو أن نثبت الحق وأن ننصر الحق، لكن قال الله جل وعلا: بالتي هي أحسن، يعني بتلطف، لا يكون في تعصب ولا غضب، إنما نثبت الحق وديننا وتوحيدنا بالتي هي أحسن، ونقيم الأدلة والبراهين على صدق هذا الدين. وهذا هو الموجود في القرآن الكريم. لما يكون هناك حوار وجدال في القرآن الكريم وخصومات، هي عادة لإثبات الحق، عادة المحمود لإثبات الحق. وقد يأتي جدال مذموم، وأتوقع أنكم ستعكسون أيضا الممدوح، ستعكسون الممدوح ويصبح مذموم. الآن الممدوح أيد الحق أو أفضى إليه وفيه نية صالحة، طيب المذموم أيد ماذا؟ بلا شك أنه أيد الباطل أو أفضى إليه، عكس هنا أيد الحق
وهنا أيد الباطل. هنا الفعل من المؤمنين يجادلون ليثبتون الحق في دين الله جل وعلا، وهنا الجدال من الكفار ليصدوا عن دين الله. قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. إذن لاحظوا، الكفار يجادلوا بالباطل ويأتون بأدلة غير صحيحة وتوقعات غير صحيحة، وينكرون ويكذبون ويدعون ويزعمون جدال بالباطل. وهذه قصصها كثيرة، قصص كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم حصلت، وأيضا مع الأنبياء قبله هناك جدال بينهم وأخذ وعطاء، وسيأتينا إن شاء الله أمثلة لبعض هذا الجدل الذي حصل بين الأنبياء وأقوامهم. إذن الجدل ليس دائما مذموم، بل فيه ما هو ممدوح مشروع وفيه ما هو مذموم. الممدوح إذا كان لإثبات الحق وتأييده، والمذموم إذا كان في الباطل أو أفضى إليه. والآيات على ذلك أيضا تدل عليه: جادلهم بالتي أحسن، تدل على الممدوح، ويجادل الذين كفروا بالباطل، يدل على المذموم. صور الجدل والحوار في القرآن الكريم. الآن لاحظوا عندكم في الكتاب دمجها: جدل وحوار. ونحن ذكرنا قبل قليل أن بينهما تداخل عموم وخصوص، قد يطلق الجدل على الحوار وقد يطلق الحوار على الجدل، لكن بينا أن فيه فروقات بسيطة بينها، لكن قد يطلق الجدال على الحوار وقد يطلق الحوار على الجدال. القرآن الكريم تضمن جميع ما يستعمل في المناظرات والحوار من البراهين والأدلة العقلية. إذن القرآن بنفسه تضمن جدال ومناظرات وحوار مع الأدلة والبراهين العقلية. مثال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أي أن الكفار معناها ما يأتونك بأي شيء يصدون عن دين الله، يعطونك أدلة وبراهين على قولهم، قال الله: إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أيدناك بالحق وأعطيناك البراهين والأدلة أحسن مما أتوا. ثم قال الله تعالى أيضا في آية أخرى: فبأي حديث بعده يؤمنون، أي بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الأدلة والبراهين على توحيد الله جل وعلا وعلى صدق الأنبياء، قال الله بعد هذه الأدلة والبراهين والحجج: فبأي حديث بعده يؤمنون. هذا يدل على أن أدلة القرآن أعظم أدلة، التي هي سواء أدلة العقلية أو الشرعية. أي دليل في القرآن عقلي هو أفضل وأحسن دليل، فإذا لم يؤمن به الإنسان، قال الله: فبأي حديث بعده يؤمنون. هل هناك أفضل من حوار القرآن؟ هل هناك أفضل من أدلة القرآن وبراهين القرآن؟ بلا شك لا يوجد. ومن المناظرات في القرآن والحوارات والجدال إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الرجل الذي آتاه الله الملك. لاحظ الآن، إبراهيم أتى لهذا الرجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. إبراهيم جاء عند هذا الرجل الكافر الطاغية فقال: من هو ربك؟ قال: هو الذي يحيي ويميت. هذا الكافر عنده جدال، هو يعرف معنى كلام إبراهيم أن الله هو الذي يقدر الموتى والحياة، لكنه قال: أنا أحيي وأميت. قال المفسرون: فأتى برجلين، فأحدهما قتله والآخر تركه، قال: هذا أنا أحييته وهذا أمته. لكن هذا جدال ماذا؟ جدال بالباطل، ليس هذا المقصد. فتركه إبراهيم، تجاوزه وأتى بحجة ودليل أقوى مع هذا الحوار. وهذا عادة في الجدال، إذا لم يستفد من الحجة الأولى يأتي بحجة أقوى، فأتى بحجة أقوى. قال فإبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الآن ما عاد يستطيع، الآن ألزم الخصم، وهذا الجدال القوي لإثبات الحق، فبهت الذي كفر، ما استطاع يرد. إذن هذه قصة من الجدل في القرآن لإثبات الحق، إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملك الطاغية. أيضا قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، وكلكم تقرؤونها إن شاء الله يوم الجمعة، الذي دخل القرية، دخل عفوا بستان وجنتين له، ثم قال له صاحبه: أؤمن بالله عز وجل، لكنه لم يؤمن، وقال: لئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.
ثم ناصحه وجادله حتى ماذا أصبح؟ أهلك الله سبحانه وتعالى جنته. اقرأوها في سورة الكهف. أيضا قصة داود عليه الصلاة والسلام مع الخصمين في سورة صاد، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف، وما شبه ذلك من الحوار اللي حصل بين داود عليه الصلاة والسلام وبين الخصمين اللي اختصموا. قال إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى أن، إذن في هناك أصبح حوار وجدال. أيضا قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع العبد الصالح، من هو العبد الصالح هنا؟ هو الرجل موسى لما هرب من مصر واتجه إلى مدين، وجد أمة من الناس يسقون، وجد من دونه امرأتين تذودان، سقى للمرأتين ثم ذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه بالخبر، فنادى موسى عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يظن أن هذا شعيب النبي وهو غير صحيح، بينهما مسافة وقرون طويلة. فهذا العبد الرجل الصالح كان بينه وبين موسى أيضا بعض الحوار والكلام والحديث، فلما قص عليه قصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، قال إني أريد أن أنكحك أحد بنيتي هاتين على أن تأجرني، إذن في حوار، هذا يعتبر حوار وليس مثل الجدال الذي هو إحقاق الحق. نقف الآن عند أساليب الأنبياء في أدلة التوحيد وإثبات النبوات. في القرآن الكريم ذكرنا لكم أن أغلب الحوار والجدال في القرآن الكريم أغلبه لإثبات التوحيد ونبوات الأنبياء، وهو ما حصل للأنبياء مع أقوامهم. القرآن الكريم يتميز بعدة أساليب، من الأساليب إلزام المخاطب بطريق الاستفهام عما هو مسلم عنده، أي أن الخصم مسلم بشيء فيلزم بها. الآن لو قلنا مثلاً الخصم مسلم أن الشمس تشرق من المشرق، هذا حقيقة مسلم بها، فقد نستخدمها في الإلزام مثل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نحن كلنا مسلمون أنها تطلع من المشرق وخروجها من المشرق، وإبراهيم يقول الله يأتي بها من المشرق، فهنا ألزمهم مسلم به أنه لا يمكن أن تخرج من المغرب فألزمه بذلك. من ذلك قوله تعالى في رد فرية اليهود وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هم هؤلاء ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون أن ما نزل شيء من عند الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يقول قل من أنزل الكتاب. اليهود يقرون بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام وأن نزل عليه كتاب، فالله عز وجل يقول من أنزل الكتاب. الآن يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا إنكار، وهم مسلمون أن موسى عليه الصلاة والسلام قد نزل عليه كتاب وهو التوراة، فقال إلزاما لهم وحجة من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم بيّن لهم أن صفة هذا الكتاب نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها، أي واضحة هذه الكتب أمامكم، وتخفون كثيرا، أي تخفون كثيرا من آيات التوراة لا يراها أحد، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي الله أعطى اليهود علم ما لم يعطي غيرهم. قل الله، أي حجة لهم، الله هو الذي أنزل هذا الكتاب، أيضا هو الذي أنزل على موسى، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إن شاء الله في الدرس القادم نكمل هذه الصور بإذن الله تعالى. أشكر لكم إنصاتكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.